بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي تلاميذ الصف الاول الابتدائي اهلا بكم وسهلا في قناتكم المفضله قناه مصر للتعليم الابتدائي طبعا حضراتكم بيشرفوني وبتنوروني طبعا آه بتمنى اشتراككم على قناه مصر للتعليم الابتدائي مع عمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والضغط على اعجاب لكي يصلكم كل جديد هناخد النهارده ان شاء الله الدرس قيم نفسك حتى الدرس 29

واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر اثنا عشر ثلاثة عشر 17, خمسة عشر ستة عشرين على صوتك شوي يبعت كم عشرين اللي بعديها واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اثنا عشر ثلاثة عشر أيوة برافو عليك شاطر. هنبدأ هنا بيقول لي إيه؟ بيقول هنا أكمل بكتابة الأعداد الناقصة بادئ بإيه هنا؟ صفر. صفر. بعد واحد. الصفر برافو، واحد. اتنين تلاتة. برافو. بعد التلاتة أربعة أربعة، ها؟ اه. خمسة. ستة. ستة. بعد الستة ستة. هنا أهو، نازل هنا أهو، هنا أهو، ستة، اه. سبعة. سبعة، تسعة. تسعة برافو أيوة عشرة. عشرة, لحظة واحدة عشرة بعد العشرة ها حداشر ها اتناشر نازل أهو الخط أهو أربعة 15 خمستاشر برافو ها ستاشر أيوة 17 سبعتاشر تمنتاشر تسعة، أيوة 20 اخر حاجه ايه 20 برافو عليك ايوه طيب بعد كده طبعا هنا بيقول لي 3 قارن باستخدام ها العلامه دي اسمها ايه اكبر من ودي اقل من ودي طيب اقول له ايه دي كام ديت 19 19 اقول له احط هنا اهوت اكبر ولا اصغر ولا يساوي ودي 17 التسعة أكبر لا التسعة 19 ها اكبر من ايه من برافو عليكي صح كده طب اللي بعديها دي كام ديت 20 ودي كام ديت 18 طب اللي اقول له ايه ال 20 اكبر من ولا اصغر من ال 18 ها ال 20 اكبر من برافو عليكي صح كده اهو لما اجي اقارن اقارن الاول دوت او اقول له على الاول ده دي 11 ودي 14 ال 11 اقول له كده ال 11 اكبر ايوه اقل من ها 14 شاطره صح طب دي كام ديت 17 دي كام دي؟ سبعة 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 وديت؟ 10 طب السبعة أقل من ولا أكبر من؟ أقل من برافو عليك السبعة أقل من ال10 ناخد اللي بعديها ركز معايا كده اكتب العدد التالي اكتب العدد ايه؟ التالي سبعة. يعني ايه التالي؟ يعني اللي بعديه على طول دي ستة بعديها سبعة سبعة برافو اللي بعديها هنا اهو دي كام ديت؟ بعديها 14 14 صح طيب دي كام ديت؟ تمانية بعد التمانية؟ تسعة تسعة صح طيب دي كام ديت؟ بعد التسعة دي كام ديت؟ دي بعد التسعة عشر. بعد عشر كام؟ كام؟ عشرين برافو عليك طبعا بكده يا حبايبي ننتهي من قيم نفسك طبعا ده درس مهم جدا طبعا قيم نفسك في من كتاب سلاحة المئة صفحة مية أربعة وأربعين من كتاب الرياضيات، بكده حبايبي ننتهي من هذا الدرس، وأتمنى الاشتراك في قناتكم المفضلة قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.